اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. كلمة ما أنت وحكوصة بصنتها وعنك أهل لنا فضل إليه ذهي بشا طبعاً كدن بقى بشا رمضان. سيد النبي عليه الصلاة والسلام كسوكنا تحديث كي صحيحين كأها يعني مسلم بخاري بقى. وحين نشفت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر أواخر من رمضان ما لا يجتهد غيره. إنه النبي عليه الصلاة والسلام كنت ذلك جيرا طبعاً كقدم بيس رمضان أسوكو إنتو سيدو قد ذلك ما المحك عليه. لذلك عديد حديث عائشة وحوها وحيد هجرت رضي الله عنه وحيتري كان إذا دخل عشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد تمئزاره. طبعا كقدم بيس مركو قال النبي عليه الصلاة والسلام وحا ان ان وحلي روح انه لجل هبيك هبيك لو لنتس بحال الجيدا مر هبيك لو لنتس بحال الجيدا اي كان وحوها كمت كغفا ايديستو استغرق بالقيام والقراء والقران. هبيك النبي عليه الصلاه والسلام مركي 10 دم اي غشو وحو وقتيسو كدمه جري صلاه يو قران اخرس. ولذلك حديثك كلا عائشه نو شيكت وحيتري لا اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مؤكسوني قرأ قرآنا كله في الليلة. هبين كاسبين قرآن أخريو وقرآن كلنا قدام مايو وطبعاً كاسدم يجدا ولا قام الليلة حتى في الصباح. هبين إلا وكبر يسوج ما كأركن يتر إلا طبعاً كان دم واحد معنا صائم عدنا. إذن وحنا لقى ربنا ونوى عليه سلام سنة يدل لقت لفيرني حتى أجرك هذا كوجران كهذي دونه. إن هبين كاس نبيك قضينا ولكم في رسول الله أسوة حسنة. نبيك عائشة دنوشة كينيس وقرقي سجوه قرقي دوجوه هبين كاسو حيتري أحيا الليلة هبين كوانو ليجري وحانا لقرأ مرك هبين كنا نولينا أن كنا نولينا قيام الليل يقراءة القرآن ساس لهذا نبيك قضينا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كلي يذاب أجر أجر آدي وينا ساس درادت أي وحل اللي هي سيدو كلا وحيتري ان شذ مئذره كنت حرجله النبي عليه الصلاه والسلام قلت ايقظ اهله اهلك وقلت. ولذلك هذا غرقه لو ودا جوغا وحن ربا اهلك يا ادي يو علمها ان قيام الليل لو ودا كعي حتى عنق جيف انه جرين حتى قبل دحيت كقبته وان ظاهر كان هبين كاس وحن ربا ان ذكر الهي اخرس هبين كاس انه نوليسو ما يكون نولين اذكار اذكار تو مبهنه طهاره اني اعط طهاره مبهنه اذكار ان ذكر الهي ان ترى واكو حمهي ان طبعاً قدام بيس وحان قبا ان طاهر ميه نتنا معه محاي النبي عليه الصلاه والسلام نوشي وحيتر وقي ايقظ اهله ايركيزو كعيني لما شيء ايركيز طاهر ميه طاهر ما لما شيء محاي دعي اني النوليان اي الهي وبن بحان الدنيا سلو كلا وحال اللي يهي ان وحيتر شد مئذره نبقى عليه سبون تقول حرين جري معنى هذا لابا معنى والله فصري دمركو كفو قاجروا اعتزالوا كسمي جري اما الا الله وحو كد ذلك جري النبي عليه الصلاه والسلام انه عباده وهبين كاس أبن بحو كمشغول الدنيا معنى دومر كي الدنيا وأسليهن إنه الدنيا كمشغول. ولذلك هبين كان طبعا كان هبين وحال الربا سيدو النبي عليه السلام يجري عليه السلام والسلام إن أنا الدنيا كمشغول ويقول له ذا الدنيا حاس كالله ذا يعرف تال محاو إنما أموالك وأولادكم فتنة ومعنى الدنيا وصمة مركا إنه تاسنو أنه تصيصة لكن ساس ما معنى هذا إذن وكفو وكل يستو كذا ما أيقظ أهله أهل كيس الوكعين النبي عليه السلام هاي الخير كوالا يسجع ليه. سؤال شهر كائما دي هبين كان محاقون ولينا نحتك طبعا كان دنبا محال دادالك دير لو صميليا محيكا غفا اللي بضان تهين محال دعي وحا كجرت طبعا كهبين هل هبين ووحا لو لقاء اللي هنا كجرت هبين وحا كجرت والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن كان أسود قرآن كان أركيسان هبين كعيد ديسي هبين كلسو دجيي وليل قليل إلهي سبحانه وحليه إنا أنزلناه في ليلة القدر هبين لغو مقعاب ليلة القدر أي كجرتو سيل هبين كاس لو وافق غير كجرة هبين كاس لو وافق غير كجرة أيو حل اللي يهي وح إن 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 طبعاً كأنها لوجود ذا اللي أيو نبي قلنا تصيع صار دردد أي هل كان وحل قفها ما يمرك إن ولذلك علماء الحس بيجي محل لماذا سمي ليلة القدر محل القدر لو مع ليلة القدر بعد العلماء وحيرهن إذا تقدر إذا تشأن هبين عظيم إيو هبين وين وهيو قدر أي أصلاً شأن وين الذهبين كان وقد دونته بين ذاك هلا قارئي
قارك الوحي لين ميا تسمعها معناها ليلة قدر وحوى من يحييها يصبح ذات قدر ننك هبين كاس إله وافجو النولايا أسجى نين أرن نين شأن وطن قنا نين شأن وطن ما حد عي نين لو دم دافع نين وحونا قنا شو أنا كون نكاس قف كاس وإله وافجيو هبين كه وحونا قنا يقف ذات شأنه ذات قدر ليه وحكى له تفسير كلو عجيب أجر وليه القليل ابن أحمد قليل أحمد حليه ساس معها قدرك وحلال جي إذا قدر بمعنى ضيق ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فما إذا مبتلاه قدر عليه رزقه صمع إنك إلهي رزق عريرك اللي مرك قدرك وحلوم عابا قدرك أنا قدرك لقعد عريه وحلو ضيق وذلك وحليه الأرض تضيق به الملائكة لكثرتهم بضنا أنت ملائك مالك سود دقيسو أيها وحلاليه هبينك سود دقيسو أيها عقلك عريرك دقيسو كله ساسا قدر لغوم عليه وقدر لغوم عاب معنى كسر نقطه أما حتى لقيت القدر بفتح الدال له هبين كاس هبين وحواء الحسابة اللي قدرها الحسابة واحد عاي سنة كلام دعاي فيها يفرق كل أمر الحكيم إله شيء إذا هبين وحلوبهم بحياة أو الرهادين يا تومان كلا الرهادين يا أو قرآن كلا سودجي إن أنزلناه في ليلة القدر هبين وحلسوا لوب الرهادين يا أو أخير من ألف شهر أو كل سنة كغير بضن أي الرهادين يا هبين كاس نك نفس هبين كاس كورمر نك هبين كاس ما أنت أو حلوة كورمر هبين كاس الرهادين يا خير من ألف شهر وسديت نسدح سنة من عباده كجرة هل هبين عبادة أسمي سيدة كافس سديت نسدح سنة إذن تصبيح آهات وتذكير آهات إن ما إن الصوك عيونه إله بري هبين كان طبعاً كان هبين ولد ذا المحنة هل هبين كجرة هبين كان ليل قدرك والليلة المباركة وهنا هبين إله بركي وي إله القرآن كله ليه وعليه إن أنزلنا في ليلة مباركة هبين مبارك على سودجي هبين بركيسن وإله قراي قرآن كان وحلا سودجي حاجة محيط في ليلة القدر صوما أنت عولي ليلة مباركة إله بركي وي هبين وحوي أو تنزل فيها الملائكة ملائكة تسودجيس قيرك السمد على قرية دي هبين كقيرك نلقو يا الله هبين كليل القدر ك قيرك نلقو نلقو ملائكة تحت وإيمانيسا ولذلك عني تعج بها الملائكة نلقو عرير ومل ليس تاج ملها محي ما رأيت أنا صدقيس هل كان هبين إلهي بركيه نقول كان لوح لصو حفلة تجا هل كان يكجرا هل كان خير كجرا نقول تنزل الملائكة كلية مية تنزل هبين وهبين جبريل صدقيه هبين كان هبين ونبي جبريل واجو نبي عليه سلاسل وحي آيد وقدم بيسكو صدقيه أيه وقدم بيس نبي جبريل إنه صدقه هذانا هبين كان صدقه إلى ليه تنزل الملائكة والروح جبريل صدقه إلى الله سبحانه وتعالى بالله عليك هبينك انت سخير كل صدق كورو ساس كليا مية وحليها فيها سلام نبض أجرت مجاهد مركو تفسيره على تفسير ابن كثير وعليه أي سلام من أذى الشيطان شيطان كن نبكي سلطان أيا لقى من قال هبينك شيطان إذا نبي كرمله قف نبي كرمله ولذلك نفتا كن نبي كرتو كسيحين يسا هبينك نفتا كن مشغول ناس الدنيا كن مشغول ناس لكن شيطان كوا وحليها هبينك وحليها فيها سلام سلام هي حتى مطلع الفجر سلام ويا الليل الا يفجر كقصدعه هبينكاس بعض المفسرين كالحيرين سلام من العقاب وي هبينكاس الهي قف عقابه ما له محدعي هبينكاس دي مدافع جرو عقابه ما جرته سلام من العقاب اللي هو هبينكاس القضاف والحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبي صار ضعف هل هبين دي مدافع اذا هبين جبريل سود دقي ملائكتي نورك عريري كدكتي سي بدن كو يسود دقين هبين لليه مبارك وي هبين لليه خير من ألف شهر كن سنوك قلب بدن يهي هبين لليه إن أنزلناه في ليلة القدر قرآن نفتي جيسا لسود دجيل من عجل وحلق سود دجيه من اللوح المحفوظ إلى وحلق يعني سماء ذي ونبي جبريل آيارا رسو قاذي هدير الله يهي هبين كاثنين كي قفتك ورب الله علي هبين كاثو مرك هبين كو نبي عليه السلام نهايو عشر هيسو إذا دخل عشر الأواخر مركو قالوا طبعاً كوجودن بيسا ليس أحيا الليل هبين كونوا لينا بالله عليك نبي كضيشة كليا أجر كوفلان سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال قل 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 إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أنا سنة ذي السماء وح أنا السماء السماء نبي وح السماء لا دا سماء سيد وجعلت وديس الرعديد إله كجعلنا تاس إذا لقيتوا تقعدوا حلي أفر على بحيل غير راجل هبين انت تاسو صفر لغو سفيوي هبين كاد يساس تا مركا سؤال شو حيت يا شيخو
وحنوش يكتهبين كاس اني هبين قطرته ما حصل ما ينقفكم على قربه ما اذا يجيب علينا سؤال نوقفك نسوي دوي هدي الهي سبحانه وتعالى ولذلك الهي قرانك وحكو جر الشيخة وتشويق سيق وحكو جر تشويق قفك الجناي مركي هاتو حكمين ليلة القدر وعلي ان انزلنا في وما ادراك ما ليلة القدر هذا لو جعل يسين انا سوي ديسين ودك دك تد محيطة هاي محيطة هاي استن لا لا هاي محيطة محك اكسونت هاي ليلة القدر غير من الافعال وقلها مرك دم معنا تشويق وي. طيب انا هاتو تشويق واركتي انت غير الا ذا ما يجب عليك ما حيواجبك حك واجبه هبينك اصلا طبعا كهلا نولي محلو لي هذا سؤال شو أفرق قارة لجاسي وحلو لي طبعا كك وحلاقة رابع والوتر كنبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح حلو لي هاي تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر وحلو لي ترى كسي كرادي ترى كسي كا ترى كسي كتوامر ترى كسي وكو إلى باتر ترى كسي لبني أقول بحلا مثل الله بقى يمد هلا هلا وكو إلى باتر ليلة القدر كحنا نذكر هبين كو إلى باتن كا عو نغن كرا يمدن ونقن كرا الليلة السدح إلى باتن كرادي وحا كرادي ساشان إلى باتن كرادي كيسوي طلبي إلى باتن كرادي كرادي سقال إلى باتن كرادي وحا صوتن وحيهين هبين كاس كرادي نبقى عليه الصلاة والسلام روايتك لو حولها نبقى عليه الصلاة والسلام حديثك عائشة حديثك رواية البخاري وي تحروا لها روايتك حل هذا نبقى عليه الصلاة التمسوها كرادي وكل في العشر أواخر في الوتر عشر طبعاً قدمت وتر كرادي كيس سؤالات مثال كبرى وترك ان سلو هيل كرامر طبعا قد بيسول ذلك حديث عجيب اجر النبي عليه الصلاه والسلام حديث البخاري سؤال العباد المصامد وحديث عجيب هو وحكش كاين عباد المصامد وحوليه خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا ليله القدر ما لنا النبي مساجد صبح ويقول يوسف صبح مساجد يوفر ليا وحوليه ليخبرنا ليله القدر حول الى هبين كاس واو ويحدد لها هبين كاس انو ليلها نبي نو شيغ لها لكن وحيري فتا وحيري فتلاحا اي تقاسم وتنازع وحاصدق على اس قبصدي مر اولي امورها الدين تقصابسن اي وحس قبصن لبننا او مساجد دو ارن دينك مربي مين دمرك كومر مين وحو ليه نبي عليه السلام نو مشي هذا مو هذا ماسك كانت ما نبي كان مخلي ولذلك نبي وحو ليه وحو ليه قريشت نبي كان حديثك حديثك بخاري وعلي خرجت لأخبركم ليلة القدر النبي عليه الصلاة والسلام وحن أصوب بحويري قولوا لي أنقص بحي إن نيش يهابينك ليلة القدر يتحي لكن فتلاح فلان وفلان هيبة هيبة الأصدقاء فرفعت والرفع اللي ولا يقعدوا يري بس ما مشي كار فرفعت هابينك ليلة القدر كار ولا يقعد ما مشي كار لكن وحويري مرك النبي أصحابته دجي محي خير أصول السعودي هابين ساس أنكسر شيكين الإلهي هابين كتكون دلال الإلهي ولو صيفوا غير معي دين تان يصري لكن لا بقف أصدقاء شيء يا لور رفعوا النبي عليه السلام ما كان صدق أصحابته مسكح قلب ودجي وحيري وعسى أن تكون خيرا لكم وحلقي يا باويرين خير إلى هاتي فالتمسوها وحكر هذه في التاسعة هبين كسغال إلا باتنك والسابعة والخامسة ويرين النبي عليه السلام وشين هبين هذا ذكر هذه هاي هل كاس أنت استاجني تقدر كمحن ربعنا دو عند الاستاجو دعاءات كهاتو دين تندك دن مرني كان إخواني مرن دين تمرن يا رجليني مسألة ذا قابل للاختلاف علاقته سيرة علاقته نك الصبح أسبع أرك اجتهاد جي مسألة ذا من نص لهين أما نص كذا وقابل للاجتهاد يعني وردين تكون مرمي أنا جو حاربنا عليك وحق أنا صور رعو كي يعني صور رعد الربع مسألة والسؤال ضدك خلاف كذا وحق كنا غير كقاضة مسألة الدين تلو مر مايو غير كقاضي سا قرر مر مر يسوي عز بقول الشيخ قولوا أسخ هاي سنة أنا قاضي أسخ هاي سنة أنا يوريش أسخ هاي سنة وأسخ خلاف سنة أرين أسخ هاي سنة وردي ما برتين فسألوا أهل الذكر محس خلاف سنة قف قص وحرة رئيس دين تحوى كلام واحد نقطه لكن نبكى لا هذا هلك حديث كان إنه شيء إنه شيء جاي وعنه شيء جاي وردين ت مسألة كان أولين قص أو جذل الجريو أو لس قبصدو أو لس قبصدو رفع قير كلو رفعه ولذلك دور جرام حنك هذا الله ونمي هو هذا حليه هبينك سلو قد ذال هبينك وتركها هبينك وترك حتى محنقف فيه يعني محنقف فيه خلاف انا قفي انت بدن دتك مقف تداهرين اللهم انك تومنك ودر ما ولا يغاروي لكن انك يرا وترك رادنا واقدومي تومنك ما يقدومي حيالي بش اركت ذا اسكو خلاف مروكو حلقه سوم بري شلال بر ما لنا قدام بيس ما سعودي هل بر نغه هره ما مصر شال سونتي وحي كانتي وترك اني دوبس خلافك سوما رفعت نبوك شيكينا سوما واني شيء لا يقول لك والرفع
أنا قاعد وحنا وترك نفتي جيسي تخطر أنا وجر مرك وترك نفتي جيسي أي ما يسعودي قاشر أصول. لذلك مسألة عجيبة تال والمسألة ذا النبي عليه الصلاة والسلام ولها يصوم لرؤيته وفضول لرؤيته رؤيته الشيء أيو رؤية بصر ميا ما حد ذي رؤية مطلق مركي نأخذ بصر أنا قطع لكن ور وحو نربي النبي عليه الصلاة والسلام إن حقيقة سنة وح وهبل وح إيش شيء هبل وح إيش شيء على دين أي ما يشكو جرت صدرت وح حقيقة إن القهت هو مهم وهذه عن خلاف كان كبحنو علم الفلك صنك أؤمن تحت صنك محكو فرطة علم الفلك ما نكسر حلا شري هل دقيقة كذبة القدري دقيقة ده ما أنت أفرك وحنا قنا لابد دقيقة بعدي صدني أفر ونقا أفرتي لابد ونقا كانوا نقا يكون شيء هو حساب الفلك أكو أفروسا أفرك وأكو أفرطة حساب فلك لكن واحد يدنت هاي مركي ليه هابينك بيش تتك إيش يجان أي رفلك وحكو أدنت ما نك صنك وعلى ده علم الفلك لما ربو بيش على رهادينا يا لذا ورسم خلافا يعني أركتي ده بيش الرهادي يف علم الفلك مثل خلافا يعني. خلاف دوي ما أركتي ده قلتن محي أركتي ده دخلنا بعض ما أركام قف يدد يراكم حدد كي يرتصي بيش ما حكروا لهم فين قم عليكم صما إذن ولذلك علم الفلك علم مستقل هذا نقله أول وحي هيد حتى علماء ذين هرم كذا كتب ضد وحي كلهن النبي عليه الصلاة والسلام علم الفلك نوم علني وحي هيد أركت ذي إن آذو محا أركت ذي لو آذا وحا أركت ذي لو آذا محا علم الفلك علم التنجيمك كو سحر لياش إفعال لياش اسكو علمي أهين من حدقي في رجلين هذا ما في ريان لكن هذا علمك أو حسابت الغو برتو أو كل شيء جايو طبعاً سنة كذب إن قرحة المذوبان دوت إيمان كاتن المذوبان إيش إسعاد المذوبان إيش لغوش شيء جاي أو لغوش شيء علم خيب ما يقان ما يحسابه إيه سيد لغوش شيء كعبد إنت كاجر تاعه إنجليز كجوبته محكوش شيء مع ديارهم يقص علان ديارها حساب يقص علان فلك قاس يقص علان حسابات قاس كل كليتر وأذكر فينا عقول إنتو كتاعي سيد إن توم توم كأودتي قولوا تكتك حافظ أقينه كجينا حقوق حسابه قص على سطر لايت فلك وحساب لسكو كل لسكو در دروي ديارة كسو دكتور ديارة سكو دي على هذه حسابات كاس يجري حسابات كاس أدوم من قص على إن أتي ما أتي راي مايا مايا أتي راي الحديث نبي عليه السلام نحن أميون أن نحن قوم لا نكتب ولا نحسب عن علي نبي عليه السلام أم ديس إن أمي هات وقوم تلقرين وقت يس أمي وفي حالة إعجاز إيه وقت إعجاز ك أمي وقرآنك ولا شيء نبي عليه السلام حالة قلاش وحاليا ما بق وحنا مخرجين وحنا مخرجين محايا العرب تأي الله قرآن كان لنا وحقر كرين هكينه لكن النبي عليه السلام دت كيف بدر وحول الله نينك دت كتابه بره هلا فعه هلا فصحه إصرار دت كيف ذاك سمينا نينك وحقر وحول الله دت محمد بر مسلمين نين مسلم بر قرآن سوى حلو قرآن أخري بح حراته والدين الله دينتين الدين علم واقرأ باسم ربك كتب تكتبون ولذلك علماء الحزب والافزين النبي عليه السلام في آخر أحده وقتي وحي كسو دقاي ولا قرطي لكن أحد يجلس قدام به النبي هل تعلم القراءة ولم يتعلم بعد فوق علماء وحي قبته النبي عليه السلام في أول نزول وحي أها أمي ما أنا قارك ذنب أمي مين علماء بدر قبته ولذلك وحي زود السنة اللي معراج نقول تري ولا عشرة قام حك أخري وحسك قرن النبي سووا أخري دوم أها وما دي سن أمي نمو مرهبين علماء ذا وحي مركز وركز جرين علم فلك وديد جرين وحي كل ما نسمع علم ولا فلك علم فالك كون هذا السحر هذا سمي حدي وكفيرنا نايو وح صنعت كافيرنا نعم إلا هاد ويا قنا لك هاد علمي كان وفلك وحساب حسابك علم مستقل نقطة جامعة هذا لو صبحة ده كنت تخصصه وبيج دي كقاته لكن كان خرافات كا والله حدي وكفيرنا حدي كان ما يقصد عيد ما نقص صبحة لا بعلمي كلا نخذه ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مركو ردينا يرنتها وداي صندن نقول لك هذا وعي إن علمك فلك لا أهل وحول لأن فيها وحكوجر إلا الكوشة وحكبدها نوجري علم تنجيم وعي أو فالودين وي هذيك كله ومضى وحي قعنتوا جلسة ضد وخرافات اللي قعنتوا جلسة عبادة ضد ورصنا يعني ساسا اللي دي ده تين وأبا بعض هاد حانت هم شيء يا مرك هم شيء يا وحي تاني لأن القدر كي خلاف كي لابد إن أصد أو مرمين نبغى عليه سحور رفع أنا مرك هذي دولة كاستجور قار أصونتو يكان صافتو لأن القدر كي ويتر كنت كهلي هاي الأذية هبين كنك شال الصون قبل بعد ما أنت قبل لاوي ويتر كهذا أصلا لبنا وياه لا تلعب وتعدنا لا تكوي كوتاي كهبين كله المغرب وحليه مراك وحليه قذالك صنطي دولة باكستان قذالك صنطي هبل قال لي محاك كانوا حصلن حدا يعني قلنا ما أركن ولي نكسر عليه أنا ما أركن ومت هذه لم إذا إلها لكن غير كبركة وصدق لهيد وح إمال هاي ومت إن إسا صنطو إسا فرح وقاسة تدت كنا يورب جوجنو أنا قوام قصمنا محاد عي وإن أن قال تصنع إن مدنا هاي ومقاسيت كلا كجرت بعد نسأل الله سلامة العافية هلا يا مركز هبين كاس وترك محل وجر هذينا هبين كاس وترك محل وجر هذينا
حلو رادينا باركوين كان سو شيء طيب مال اوغان كرانا محل تومان كنا انا نوريسون تومان كنا وانا عباده كجرت اما صلاه الليل تكو صلاه الليل مصنع مصنع نبي عليه وحوله لا بلبتو اله افرت الركعه تكو هداره التراويح تكو مركه تكو تسديت ركعه وتر كدب ودك حق هداتك تدم تومان كلا تكو تمسديت كون صدم يكون قد دير محل نبي عليه ما حد نسات الليل هدات اودنا انت كاود تكو ورقبل لحيتك قبت الليل هبين كاس نولي ذكرك إله يكون نولي هذا هجيف هجيفني هبين واي ملائك سودجيس وجبريل سودجاي أو سر نبض أجرته أو قرآن لسودجي هبين مباركة حتى كسر يعني إذا سأوجان هبين طبعا كنا إحنا نوريسون إحياء الليلة عشرة طبعا كساسو ولذلك عايشوا على ده إذا دخل عشر أواخر ما كقول إحياء الليلة نبي هبين كنا نقولنا السوق أوفر ما تقدم من ذنبه أي نقولنا حديثك وحكى جرا مركب مسألك لا جرت حديث عاجر أصلي النبي كسؤاره وحتى كو خصبها إن طمك أنوليس وترك بليس كدفت سأقول وترك وجهت طمك أنوليس ما حد عاد وترك حديث كذا عليها إن 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 لتاسعة تبقى عليها إن السابعة معنى عليها إن رمضان كم وحكر الحديثين بش إن للقدر ك مركي سجال بريد منتهي يمركي تضبك اللي منتهي يمركي شنك إذا مركي تضبك اللي منتهي معناه هذا حواي إن ما قين قنا صلاة لا بين خي لا سيلا تزاك ويجت مرك تريد نبنا حكك أنا كرتا هذه الحساب والصدي وصدع في بينك أول العاوة الله واتي سجالك عدد تراهي ويتر يكون خي حتى بين عكر كحساب تنا بينك صلاة إلا مو ما أنت صلاة إلا مو لذلك سي مرن كسب له حير وحول لي الله واتن كنا طمك ولذلك قل كس أبي سعيد القدر يا رجحي داعي نعم هذا وحيو وحيربان الله واتي تضغلي سبحنا مساجدك هذا مساجد مجرم لكن واغس ان لو حتى تضوض الى اغنيتها لكن يا كوشه ان لو حتى تضوضت بل الروايد يسعد قول العلى لا تكو ارقم ما هي بين كروبا داي بش لا تكو بش لا تكو لا تكو الارك كرا بل علماء وحي قبان تتنقل ويغوريسا سون كلا لا تضوض اي سون كلا تشن نخرتا كان لا تكو نخرتا ما حدا وهبين مبارك او الى سبحانه وتعالى انه غيرك منك استو الى انك وافج غيرك الى انه وافج ما حدا يودد انه وافج ملك الى انك بريو الله الى انه وافج إله الرئي القدر نوافد إنا تلاهد ما حد عيد تضبطنا ما حجر وجعل إني كعان لكن هبين كثم مشغولنا أحكى الأم جرر أم أصاح نوصنا أم أرهر الكتاز بذال قلاي أم أحكى معاي نسأل الله سلامة العادة إلهي نمي قارسي هبين كاس إلهي نقام قاريو حدك بريد دعاء للبضي إلهي سبحانه وتعالى إنه هبين كثم القدر إلهي سبحانه وتعالى نوافد إلهي سبحانه وتعالى بريد لما انتين بقى إلا هو اللهم وفقنا ليلة القدر اللهم وفقنا ليلة القدر اللهم اجعلنا من الذين يقومون ويتلون القرآن إلهي الرحمن وحكبري إن أنت إلهي حنوصن حنوك قاض وقيب كلام تومنك الدنب إلهي وحكبري إن أنت نمت إلهي وحررت ضد صاحب أصحاب أي قريود إلهي جنة فردوس كورابي وجنة فردوس كوكل بلانا قديو إلهي وحكبري سيدوك هبين كاس إلهي قيرك نقام قاضي هبين كاس بركيس إلهي نوافجيو أنت مسلمين إلهي عذر كان إلهي نقاقاد أنت للقدر لقارن إلهي نقاقاد إلهي أنت للقدر لقارن نقاقاد إلهي أنت للقدر لقارن نقاقاد إلهي سبحانه وتعالى أذي أي نحن موقنون بالإجابة مبرينا أذي أدو ماذا ذا نحن إلهي سبحانه وتعالى نوص وحقيرك نوص قيرو شرطنا الله نقاقاد سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.